مرحبا بكم إخواني الكرام في قناة أرب بريس. إليكم موعد مباراة اتحاد الجزائر ومولودية وهران من الجولة 21 المؤجلة بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في دور الكونفدرالية الإفريقية لسنة 2023. وقد انتهت مباراة الذهب لصالح مولودية وهران بهدف مقابل لا شيء، وستنطلق صافرة المباراة يوم الجمعة 9 يونيو مع 4 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر وفرجة ممتعة.